كل الأندية العراقية يعني أندية حقيقة مميزة، لها خدمة كبيرة تقدمها للرياضة العراقية، لكرة القدم العراقية. كل هذه الأندية تعمل على أن تتألق، أن تنجح بعملها. وواحد من هذه الأندية اللي ظهرت بالسنوات الأخيرة نادي نفط الجنوب، اللي حقيقة من الأندية اللي تمتلك استقرار تدريبي وثقة بهذا الاستقرار التدريبي الممثل بالكابتن عماد عودة. تملك إدارة مميزة تحقق الخطوات، تعمل بدون ضجيج، بهدوء، تخطط وتتخذ القرارات المناسبة إلها ولإمكانياتها في ضوء طموحات محددة، وربما رسم الاستراتيجيات تمتد على مديات طبعا متوسطة وطويلة. بالتأكيد نادي نفط الجنوب واحد من الأندية المهمة اللي راح نسلط عليها الضوء في حلقة اليوم. راح نتابع تألقهم ونجاحهم في الدوري العراقي الممتاز وظهورهم كفريق يحسب إلى حساب، والأندية الكبيرة والأندية الجماهيرية أصبحت ترى في هذا النادي ومواجهته ربما خطر يشكل على مسيرتها في الدوري العراقي الممتاز. نفط الجنوب في هذا التقرير نتابع. ثلاثة انتصارات حصدها نفط الجنوب من 5 مواجهات في دوري المجموعات للدوري العراقي الممتاز. البداية كانت من الفوز على نفط الوسط بهدفين لهدف، تبعتها خسارة من القوة الجوية بهدف نظيف بعد أن قدم الفريق أداء رائعا، ولقاء آخر مع قطب كبير وهو الزوراء انتهى بالخسارة أيضا وبثلاثة أهداف لهدف. أما لقاء الكرخ فانتهى لصالحهم بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، ومواجهة زاخو حسمها الجنوب لصالحه بهدفين للا شيء. 9 نقاط من 5 جولات ومركز ثالث يقف عنده بفارق الأهداف عن ثاني المجموعة الأولى. مسيرة جيدة إلى حد ما لهذا الفريق، والذي أخذ يقدم مردودا طيبا في جولات الدوري وبتشكيلة طغى عليها العنصر الشبابي مع تواجد بعض من لاعبي الخبرة الذين شكلوا الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الشاب عماد عودة، مع إدارة طموحة وفرت جميع الاحتياجات وهي ترنو اليوم لرؤية الفريق وهو يحقق العلامات الكاملة أو يتقاسم النقطة مع الخصوم على أقل تقدير. بعد موسم منصرم جيد، نفط الجنوب يسعى للظهور بشكل لافت وهو يقارع كبار الممتاز في دوري المجموعات. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذن نفط الجنوب واحد من أنديتنا حقيقة المميزة مثل ما قلنا، اللي بالسنوات الأخيرة أصبح من الأندية اللي يعني تشكل رقم صعب ومبارياتها تشكل صعوبة على الفرق الكبيرة، وأيضا أصبحت إلى طموحات وأحلام كبيرة. بالتأكيد هذا العمل وهذا الإنجازات يعني لا تأتي بشكل مستعجل ولا بشكل سريع، وتأتي نتيجة عدة عوامل: الثقة، الاستمرارية، الاستقرار، التخطيط، برمجة العمل، تسخير الإمكانيات. كل هذه يعني تقودنا إلى أنه نصل يعني بقناعة أن نادي نفط الجنوب هو من الأندية التي تحقق النجاح ومثال لنجاح الأندية الصغيرة في أن تصل وربما تقارع أو تتفوق على الأندية الكبيرة. فبالتالي استقرار مدرب، ثقة كاملة بعماد عودة، ثقة كاملة بالجهاز الفني طبعا، يعني صدام سلمان، منير جابر، الكل يتحمل مسؤولية كبيرة ويتألق في هذه المسؤولية. عماد عودة والجهاز الفني لفريق نادي نفط الجنوب تحدث عن وضعية الفريق هذا الموسم، نتابع. كابتن عماد عودة، يعني ما هي المعوقات اللي تواجهكم اليوم فنيا داخل أرضية الملعب؟ يعني هل قلة الانسجام أم بالخبرة أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله والشكر، بالبداية بدايتنا يعني كانت قوية مع المصافي وقدرنا نحصد 3 نقاط وفوز على المصافي. مباراتنا مع القوة الجوية كانت مباراة صعبة بصراحة، اللاعبين ما ظهروا بالصورة اللي احنا نريدها، كانوا يعني غير جيدين بالملعب. قدر فريق الجوية السيطرة على المباراة
وقدر يعني يسجل هدف بالشوط الثاني. شنو تحتاجون خلال مسيرة المباريات الدوري حتى تكونون ضمن الأربعة الكبار بصراحة؟ والله يعني حسب ما شفته بالدوري، يعني الفرق يعني المصافي يغلب الزوراء 4-2، يخسر مع الكرخ 4-2، يعني مباراة ومباراة، يعني فرق اكو شوفها بالقمة مباراة بالقمة، المباراة الثانية لا تشوفها اي، فتباين بالمستوى. احنا اللي علينا يعني نعمل مع الفريق ان نجتهد ان نجيب لهم المعلومات الجديده اللي تخدمنا. بصراحه ما عندنا معوقات، الاداره موفره كل يعني الحاجات اللي احنا نريدها، الدعم المادي، العقود، فما عندنا اي احتياجات. تبقى علينا احنا كمدربين ان ننهض بالفريق ونصحح الاخطاء اللي وقعنا بها بالمباريات السابقه، وان شاء الله نقدم مستوى يليق بينا كفريق نفط الجنوب وباللاعبين الموجودين. كابتن، لو تحدثنا عن حراسة مرمى نفط الجنوب، كم حارس عندك وهل هناك معوقات تواجهك بالعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة أملك أربع حراس على مستوى عالي، يعني بشهادة الجميع، أن أمتلك الحارس علي ياسين حارس منتخب أولمبي ومنتخب وطني، الحارس الخبرة مدحت عبد الحسين مثل ما شاهدتوا بالمباراة السابقة قدم مستوى كبير، وعندنا مهند جواد وناصر أحمد، بصراحة جعلنا التنافس بيناتهم على مستوى عالي، وجاي اشوف المنافسه يعني هذا الشيء يفرحني. انا من اشوف مدحت يؤدي، من اشوف علي ياسين يؤدي، يقلل الضغوطات علينا ونظل نعمل بصوره جيده. الحمد لله معوقات ما اعتقد اكو، الاداره متعاونه، الجهاز الفني متعاون ما بيناتهم، فاعتقد هي عوامل النجاح كلها موجوده. إذن يعني إدارة نادي نفط الجنوب من الإدارات حقيقة التي يعني مثل ما قلنا أو سمعنا بلقاء الكابتن عماد عودة والكابتن صدام سلمان، من الإدارات اللي وفرت كل شيء للاعبين وفق إمكانياتها وفق قدراتها، هذا حقيقة شيء يحسب لإدارة نادي نفط الجنوب، هذا العمل الحقيقي العمل الصحيح اللي يعني ما تفكر أنه تعمل لسنة واحدة أو لسنتين وبعدها تبدأ تطالب بالألقاب، ربما العمل يحتاج لسنوات طويلة حتى نحقق النجاحات، خاصة مع أندية يعني بدأت صغيرة وتكبر شيء فشيء مثل نادي نفط الجنوب. اللي يسعدنا ويشرفنا الآن نلتقي بأمين سر إدارة النادي عبر التليفون السيد عبد الرضا غريب. سيد عبد الرضا، بداية يعني مرحبا بك باللاعب 12 عبر الشرقية، سعيد جدا بتواصلك معنا. بالتأكيد يعني نادي نفط الجنوب من الأندية اللي حقيقة كنا فرحانين وسعداء بما يحقق من تجربة طيبة، كيف تقيمون تجربتكم أنتم كإدارة إلى الآن؟ هل هي تجربة مكتملة ناضجة أم أنه ما زال عندكم الكثير من العمل بإدارة النادي؟ حياكم الله، حيا الله قناة الشرقية، الله يسلمك، وأهلا بالمشاهدين الكرام، وشكرا لهذه المقدمة الرائعة. بصراحة الإدارة يعني منذ انبثاقها سعت ودابت على تحقيق يعني تحقيق اسم يضاف إلى الأندية البصرية، نعم، ليكون مع التوأم الأكبر نادي الميناء الرياضي، نعم، صاحب التاريخ العريق. فترانا يعني حاولنا أن نستغل كل الدعم الذي يأتينا من وزارة النفط، نعم، ومن شركة نفط الجنوب. نعم. أنت تعرف أن الرئيس الفقري للنادي هو الأستاذ ضياء جعفر حجام، نعم، رئيس الفقري للنادي مدير عام شركة نفط الجنوب، نعم، وكافة المسؤولين في الشركة الذين لا يألون جهدا في دعم مسيرة كل الفرق الرياضية في نادي نفط، نعم، الجنوب. فترى أكثر من 17 لعبة في النادي وهي يسار لها بالبنان، نعم، فرقنا تتبوأ على مراكز الدوري لفرق يعني اليد، نعم، وكذلك السلة مركز الوصيف، ناهيك عن فرق الساحة والميدان والبلياردو والكيك، نعم، بوكسينج والكاراتيه والموي تاي. نحن لدينا لاعبين هما أبطال العالم في لعبة الموي تاي، نعم، مؤخرا في بانكوك. هذا كله متأتي من دعم لا محدود من شركة نفط الجنوب، نعم، الراعي الرسمي لنادينا، وبهمة عالية وبوتيرة متصاعدة من كافة أعضاء الهيئة الإدارية، مرورا بشخص السيد رئيس النادي. طيب سيد عبد الرضا، سيد عبد الرضا لو تسمح لي، يعني بالبدايه قلنا على تجربه نادي نفط الجنوب، واحنا الانديه
يعني صغيرة عمرا والصغيرة تجربة وخبرة بكرة القدم العراقية، لكن يعني هذا الصغر ما منع أنه تجربتهم تكون ناجحة، وبالتأكيد قلنا يكون مثال لباقي الأندية. يعني أركان هذا النجاح، أركان هذا الثبات للعمل بنادي نفط الجنوب شنو هو؟ حتى يعني نريد نوصل رسالة مفادها أنه أنت مو لازم تكون كبير حتى تنجح، يمكن أن تبدأ صغير وبعدها تكبر لتصل إلى النجاح. نعم، بدأنا صغار ولا زلنا نعتبر أنفسنا صغار قياسا إلى الأندية، يعني الأندية المثالية والأندية الرائعة التي نتوسل لها الخير. استمدنا عملنا من تجارب سابقة. يعني تعرف أن الهيئة الإدارية هي خليط متجانس من خبرة وشباب وعنصر نسوي، يعني يعملون يعني الليل بالنهار لتأمين كل ما تحتاجه الفرق الرياضية وكل ما تحتاجه البنى التحتية من توافر جهود وتوافر إمكانيات مادية ومعنوية. هذا هو سر نجاحنا، ناهيك عن السبب الأول والرئيس، وهو الدعم اللامحدود من قبل وزارة النفط. طيب، ويعني كما يعلم الجميع أنه تأسست في وزارة النفط لجنة رياضية عليا لرعاية الرياضة في القطاع النفطي من مختصين وفنيين وناس رياضيين. سيد عبد الرضا أخذت على عاتقها. سيد عبد الرضا، لو تسمح لي، يعني فريق كرة القدم محور حديثنا اليوم، يعني الآن أنتوا بالمركز الثالث بالمجموعة الأولى، عندكم 3 فوز و2 خسارة، يعني بالتأكيد بداية طيبة لكم بالدوري العراقي. وين سقف طموحاتكم؟ الموسم الماضي كانت نتائجكم ومركزكم ممتاز جدا، هالسنة سقف الطموحات ارتفع يعني أم تغير بتغير نظام الدوري من الدوري العام إلى دوري المجموعات؟ يعني كيف تنظرون إلى طموحاتكم هذا الموسم؟ شو مخططين في بالكم حتى تحصلون على مركز هذا الموسم؟ يعني الإدارة والكادر التدريبي واللاعبون وضعوا نصب عينهم أحد المراكز الأول هذا الموسم، سيتأتي بالتدريج إن شاء الله. سوف نكون فرس الرهان لهذا الموسم، لدينا لاعبون نتوسل فيهم خير وهم أهل لاحتلال منصب مركز متقدم في الدوري. ويعني ستكون مباراتنا السابقه التي جرت في زاخو هي فاتحه خير ل يعني انتصارات قادمه. ناهيك ان لدينا مباراه مؤجله مع نادي اربيل، ونحن الان في المركز الثالث ولا يفصلنا على المركز الثاني سوى فارق الاهداف. طيب، فنثبت للجميع اننا نعمل بوتيره متفاعله ونعمل سيد عبد الرضا. سيد عبد الرضا، لو تسمح لي، كافي بالنسبه لكم انه كدعم من الوزاره كامكانيات ويعني ايضا كاستقرار، وقلنا ثقه بالكابتن عماد عوده، هذا كافي يخليكم انه يعني قادرين على تتفوقون على الانديه صاحبه التاريخ، صاحبه البطولات، صاحبه الانجازات، وايضا صاحبة الجماهير؟ هذا برأيك يكفي أنه حتتفوقون على الشرطة والزوراء والجوية والطلبة وأربيل؟ لا لا لا، بصراحة يعني الدعم لوحده لا يكفي. يعني الدعم مقترن بأشياء يجب أن تضاف إلى الدعم. كما أسلفت، لدينا يعني همة عالية في الهيئة الإدارية لتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق نتائج جيدة، وبالخصوص في فريق كرة القدم الذي يعني الذي جعلنا نصب عيوننا أننا سنكون أحد المراكز المتقدمة الأولى لهذا الموسم إن شاء الله. طيب، يعني نفط الجنوب قلنا نادي جديد وما عندكم جمهور، غياب جمهوركم عن الملعب او المدرجات، نادي بلا جمهور، برايك هذا كان عامل سلبي ايجابي؟ خفف الضغط عنكم بمساله يعني النتائج؟ كيف تنظرون الى افتقاركم الى جماهير؟
سيد عبد الرضا.